انت اللوغ ياي هالقف يا كودا وعمي تولا داناني اي ديغان كودا چرتاسو كاترسن ديغ مدى سيلا عي قبل كسلل ديغان ندى سي عمر كلاي كسو عسبوناتي حيساد عولاديد او لاحلي دادين عمران كبيرها موادي كلا داو عايا لغو مقعابا حسن مومن موسى سلدانو كاميدا دادكا كنول ديغان كاسي عايا داو عيسى لسو غارسي عسبتال كمساري دا اي مقال دا بورما ودي حسين حاش درارو كاميدا اي لدى موادي كلا داو عاي عايا كاعد لدى واتا دا هالكاسي كا داع داي وحانا دا لدي سي كاميدا ها واحد عاي ساكا ان لغو سو دولي بيرتي احمد موسى سلدان وفتالة دانان لوونه دیروی حسن مومن موس اون نکه برتا ای و دلهای را دروی های دل ماد عد بقول نن او وتر نکه لای را دو نکه لای را دو وحوتی توتی ایا وقت کانتی سوک دیروی کم کجرا لام را رساسا کرد ایکار که بده دعای کرد داده وحی کبر حی می دکت الو شو لوكا كدا داي هادا واخا لا كان اسبيتالكا مساريدا اي بورما ان بدن بان كا هادلاي اون او شيغناي دولدا مامولكا اسكو شيغا غوبلكا سلل بان شيغ واخا يلا انا كان بدغلي داد سوغينا الا نكاسي هير وسير با لاغوغي هير مدخينا لاغوغي واخيا اس واخبا لاغا ما قبن هادا عيد لو هيانا ما جيرتو نيك كلنا وا لا لايهي يا هانتيدي هلكا تالينا وا لا بابيي waxaan leenahay waa dadka isku dulina Soomaaliland maamulka Soomaaliland iyo dadka isku dulin hadaan runta loo kala sheegay in dadka oona la oranay dowladnimo meesha aynan oolin waxaan leenahay waan is naqaanaa anagu kuwa soo dulay aad baan isku garanayna waan iska celin karaa waxaan leenahay hadayna dowladu jirin hadda waan talaabo qaadayna talaabadan qaadana ya عشر بانو دغينا عشر بانو دغينا كو حاسمي هادانا نيكي وخي يالا اسبيتالكا مغالدا بورمه مساريدا كي كلا داو لا لا يهينا ولا سوسيدا وخا سا دحاي ساكا او بيشو ايتا 16 بيشي سغالات غوبل كزل اي كا دحاي وخاسي دغمدا زيلا جبهه ده سي وخاي هيد جبهت كسو دوشي نكا بيرتله اسغا يا افر عرور او دلي بهاين ساكا وخا لا غلي 6 دي صبحنمو وانمان لا يراهدو مماسن رير اودوا وا رير اودوا توتل نكا لا يراه وين عبد ادن ها بو بش عيسى او مماسن او رير اودوا وخا ويان دلكاسا دحاي ولي حدنا وخ دولدو هون هينا ما جيرتو وخ لو هيانا ما جيرتو وخان لينهي talaabo degdeg ah laga qaado hadii laga qaado wayna anaga qaadayna asalaamu alaykum dhinaca kale mas'uuliyiin talaamaha amaanka ee gobolka Salal waan isku dayna in aan xaaladda deegaankaasi ka soo cusboonaatay aan wax ka weydiino ayaa gabi ahaanba noo suurtagali weyday maaha markii ugu horeysay ee deegaankaasi ay ku soo noqnoqdeen dhibaatooyin ka jirta muranka dhul beereedka ka taagan halkaasi oo Soomaaliland ilaa imika wax xal iyo natiijo ah ay ka gaarin sakareys xane burma